احنا دائما في المتحف الحلي والمجوهرات في المدينة القديمة لمدينة عمان الأردنية. هذا المرجان مرجان غشاء السلحفاة قواقع البحر. هذه حجارة طبيعية. اللوبان الناس اللي عجبها اللوبان هاك اللوبان امني هاك اللوبان اش ما نقول لك اللوبان. هذا اللوبان الاخوان انا سيدي تبرع لي مع راسك اللوبان. الناس اللي مضروبه على اللوبان ها اللوبان الناس اللي كتحمق على اللوبان ها. اللوبان كما قلنا هو ديك الاخوان الله يجازيكم اللوبان هو ديك الريزن ديال الشجار اللي تحجر ودازت عليه ملايين السنين وتحجر. شي نهار غادي نطلعوا حصة خاصة ديالو. تبارك الله تلاو بينات ها الكحال ها الحمار ها عندو جميع الالوان تبارك الله وصلنا. هاد الكحل الأغلبية كيكون في الريبوبليكا الدومينيكانا في الجمهورية ديال الدومينيكان وفي كوبا واللي كيكون ماشي كحل بزاف كيكون في المكسيك وموجود بكثرة في المكسيك غير هو سبحان الله ديال المكسيك كيكون ديال المكسيك يكون كيتهرس دغيا ما يمكنلكش تخدمو بسهولة كيتهرسك التقنية ديالو يعني ما تقدرش تخدمو بحال كتخدم العادي اللوبان العادي خصك التقنية ديالو صراحة. هداك النوع د الرزات ديالو هداك النوع ديال التناوي ديالو هذا الكورنالين لا كورنالينا مقطع غير باليد والخدمه فهمتيني المهم هذا النوع ديال الخدمه دائما فيما غادي نشوفوا شي متحف لا شفنا في المثال في مصر لا شفنا في اي دوله عربيه ولا في اي دوله ديال الدول ديال الشرق الاوسط غادي نشوفوا نفس الخدمه غتبقى تعاود بزاف حيت هادي ديال هاد المنطقة هادي يعني وعاد هاد ديجا هاد الخواتم هادو تا الرومان كانوا عندهم الرومان والفينيقيين كان عندهم هاد النوع ديال الخاتم بحال هيدا
هاد الحجار مفاسيتي ما كنظنش بانه يكون في ديك الوقت هذاك مفاسيتي بهذه الطريقه هذه، ولو انه كي الجوانب ديالو باينين بانه منكولين بزاف وهذا. وتا هو الكورنالين، هذا الكورنالين، الكورنالين وكاين اللي مخلط مع الاغات اللي فيه ديك الشراطي بويضه هذيك الاغات واللي فيه غير القهوينه صح، هذاك الكورنالين ها هو. وهو ديجا شوف هو الكورنالين هو راه هو اغات ندخلوا هذا الشيء هذا نشوفوا غير هذا النوع ديال الدبلج عاوتاني راه عندنا في المغرب. النوع ديال هذا عندنا حنايا هذا بحال اللي عندنا حنايا في الجنوب هذا. المهم دابا تقريبا سمحوا لي راه كاين الظلام هنايا، ما فهمتش انا علاش دايرين الظلام، لا ما فهمتش علاش دايرين الظلام. المهم باش ما نبقاش نكذبوا على راسنا وكذا، شوف كنعرفوا حنا الاثارات كامله تسرقات والاثارات كامله تهدكت. شن هنا شنو عنده؟ ما عندهم سبعه ديال بياسات ويجي يقول لك المتحف والروينه وكذا. على اي نكتفي بهذا الشيء هذا وتبارك الله. شوفوا الخميسات كيفاش مزيونين كيفاش معدلين. هذا ما عرفتش واش كانوا كيعملوا على الراس ولا على الكتاف ولا ودابا غنصطاب هاد الخويز مات هادو. المشكل ديال الدواء الاخوان سمحوا لي بزاف، المشكل عندنا ديال الإنارة مكيناش الإنارة مرة مكيناش الإنارة بصفة نهائية مكيناش الإنارة. وغادي نشوفو أول مرة غادي نشوفو بياسة معدلة بالنياب ديال الخنزير، هادو النياب الخنزير. المهم ما شفناش زعما شي حاجه اللي هاد الخدمه كاينه حتى في الهند، هاد الخدمه هاد البياسه هادي كاينه حتى في الهند. ما عرفتي واش هي يعني الصنعه ديال هنايا والهنود خداوها باش يخدموا عليها. المهم حاليا هاد البياسه هادي كتعدل هادي كتصنع لحد الان، هاد البياسه هادي كتصنع لحد الان في الهند وكتباع كخلخال. المهم على اي هاد الحجر هذا يكون كورنالين ديال هذا، وهادشي اللي كيبان لي انا كيبان لي شي حاجه والناس طايفين الضو هنايا. المهم كاين شي بياسه هنايا ولكن الناس طايفين الضو اخي تسناو لكم. المهم كاين هنا الدبالج قلت لكم الضو ما كاين شي، غادي نحاول نشعل الضو ديال هذا ديالي ربي يخدم لي. راه كاينه شي دبلجات بحال اللي عندنا في الجنوب. بحال دابا هادو وك هادو بعد هاد الخدمه هادي كاينه في المغرب.
غتكون 100% غتكون غتكون ديالو ماشي ديالنا. الناس كيمشيو للحوج كيجيبوا هاد النوع ديال الدبالج وكذا و هادشي اللي بان لي انا بانت لي ماشي ديالنا وكنتمنى حتى شي واحد ما يطلع على الدم. حق عادي ماشي مشكل هادو حتى هما اغلبيه عندنا بزاف ديال الخدمات ديال هنايا حتى حنا عندنا في المغرب. كاين احتمال واحد اخر لما كانوش الناس اللي كيجيو للحوج هتكونوا الرومان بما ان دازوا من هنا الرومان وفي المغرب دازوا الرومان. هذا هو التحليل اللي يكون انا عندي هذا هو التحليل ديالي. المهم التصوير دائما ملي كتكون عندك شي جاجه كيكون عندك التصوير شويه مع الدار التصوير صراحه الله تخلعوش هادو ماشي الرجلين بصح هادو غير معدلين هادو غير معدلين باش تشوفوا الخلاخل باش تشوفوا الصحة اللي كانت في ديك الناس ديال شحال ديال الزمان الصحة ديال الناس ديال الزمان هزات 3 الكيلو فيها في الرجل ديالها. الدراري اللي كيعجبهم الحاجه خاويه من داخل الناس راه خدمت برينسا. شوف عهد الرومان راه خدمت برينسا برينسا راه كانت في عهد الرومان. هذا الدراري ديال تطوان وطنجه خصوصا الدراري ديال تطوان انا برينسا هادشي هذا كامل خاوي من داخل انا برينسا. ها الخميسة ها الخميسة خميسة واعرة والوان غادي ندوز قبيلاتي نقول واحد اللعيبة وش لعيبة انا قريب سعوديين عندكم جايات تزوروا ويقولوا لي بدهم يتصوروا مع الكنتين هذول الرشيات بالله هذا يا سيدي هو المرجان وهنا غشاء السلحفة وهنا
نطلع نطلع نطلع. يلا خلينا نطلع نطلع. نطلع يا حبيبي نطلع. المهم دراك يزربوا عليا خليك خصنا نمشيو. المهم الفيديو هذا طلع واحد الفيديو واعر خايب الدراري. اطلع 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 والله دقيقة 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 يا حبيبي دقيقة. تليرني يا صاحبي مالك؟ ما يجي معايا بالمليارة ولا؟ أنا والله ما صحيت بالله. واخا يكون ما كاينش شي حاجة زعما كثيرة اللي نشوفوها زعما، ولكن هذا الشيء هذا عجبني بزاف. وما سخيناش صراحة، والله ما سخينا ولا سخينا. يلا سيدي غادي نخليكم هذا اللي عجبني هنا هو هذا سيدي. يلا الإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.